بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي طلاب المرحلة الأولى في قسم القانون. بعد أن انتهينا أهم ملامح العصر الملكي في الدولة الرومانية والقانون الروماني، ننتقل إلى العصر الثاني الذي هو ما يسمى العصر الجمهوري أو القنصلي. العصر الجمهوري أو القنصلي، هذا العصر بدأ بعد ثورة طبقة الأشراف على حكم الملك، رغبة منهم في الاستئثار بالسلطة، وهذا تقريبا يعني 509 قبل الميلاد، 509 قبل الميلاد. طبقة الأشراف اللي كانوا يمتازون في عهد الملك أو عهد العصر الملكي أو العصر الملكي في الدولة الرومانية كانت تحظى بامتيازات خاصة، إلا أن موضوع الحكم وتدخلهم بالحكم كانوا محرومين منه، مع امتيازاتهم في تملك الأراضي كلها فقط لطبقة الأشراف، في أنه مجلس مثلا الشيوخ منهم، مجلس الوحدات منهم، إلا أنه إيش ما عندهم فرد نفوذ في السلطة، السلطة كانت كلها بيد الملك، وأنهم باعتبارهم فقط مستشارين، بعد توسع روما وتوسع يعني روما تقريبا الرومان خرجت إلى تقريبا شبه كل شبه الجزيرة الإيطالية على الحوض البحر المتوسط، بدأت تعتبر دولة كبرى، ولابد من تطوير وتبديل في القانون الروماني حتى هم يقدرون يعني يتوسعون في القرارات. جراء هذا الشيء سقط العهد الملكي، تحولنا إلى العهد الجمهوري أو القنصلي اللي هو يعني أشبه بال الرئاسي منه إلى الملكي. نجد أنه يمتاز في حالتين الاجتماعية والسياسية امتيازات خاصة. الحالة الاجتماعية تقريبا هي في بدء هذه الثورة اللي قام بها الأشراف أو طبقة الأشراف، نعم تقريبا هو المجتمع باقي على حالة اللي هي طبقة أشراف طبقة العامة. طبقة الأشراف يمتلكون كل شيء، طبقة العامة محرومة من كل شيء، اللي تتضمن الأشراف إنهم كما أسلفنا في هذا في المحاضرة السابقة إنهم العشائر الرومانية والعوائل مالتها، وهم اللي يمتلكون الأراضي ويمتلكون بالتكاد تكون الطبقة العامة عبيد يباعون ويشترون. نعم الطبقة العامة بقت على ما هو عليه إلى، وطبعا بالمناسبة هم هنا أشد تعسفا من ما كان عليه في شو اسمه في وقت الحكم الملكي، نعم. نجد أن مثلا هذه الطبقتين لا تتسم بالمساواة إلى حين ظهور مثلا الثورة أو احتجاجات الطبقة العامة في سنة 494 قبل الميلاد ضد الأشراف، واعتصموا في جبل خارج روما وهددوا بإنشاء مدينة لهم خاصة. فمن استشعر الرومان الأشراف هذا الخطر بدأوا يقللون من وطأتهم على هذه الطبقة، وبدأوا يعني يميلوا لهم ويعطوهم بعض الامتيازات، منها حق الفيتو الاعتراض، ومنها اعتبار يعني ايضا هنا يعني ما ان نعطوهم حق الفيتو الا ان يعني بقى الحاكم شخصية الحاكم مصونة، واي واحد يعني يتحرض لها هو يحكم عليه بالاعدام. بقت هاي الامور تقريبا اشبه مما في به عليه في 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 العهد الملكي، الى ان جاءت سنة 462 قبل الميلاد تشكلت اللجنة، تشكيل لجنة الوضع يعني العامة، لجنة لوضع مجموعة من القوانين على أساس المساواة وكذا،
وفيها يعني بعض الامتيازات اللي تقريبا شبه صار مساواة بين العامة وبين الأشراف اللي فيها هذه الامتيازات الثلاثة، أن يكون أحد القنصلين من العامة، كما أصبح حق تولي وظيفة مثلا بعض الوظائف المدنية المرموقة، حاكم الأسواق وغيره من العامة، وهكذا نجد أن هذه الطبقتين. ومن ثم في سنة 286 صدر قانون اللي جعل قرارات مجلس العامة يعني تكون بمستوى قرارات المجلس الشيوخ أو مجلس القناصرة. نعم، وعليه نجد أن هذه الظاهرة أثرت في الحالة السياسية، واختلفت موازين الحالة السياسية في روما في المجتمع الروماني، وأصبح يعني قنصلان، واحد منهم من العام وواحد من الأشراف. ومن ثم نجد أن سلطة مثلا الحاكمان أو القنصلان اللي هم عفوا الحاكمان اللي هم تابعان للقنصل، يعني أشبه بوظيفة بسلطة الملك اللي تخلصوا من أن يكون تحت سلطة القنصل، وتحولوا إلى استقلالية في القرار السياسي. نعم، كذلك ظهر إلى جانب القنصل تقييد سلطات القنصل، يعني هم ذول الحكام اللي كانوا تحت يعني قيدوا، بالعكس صار هو كان مقيدهم، الآن هم قيدوا سلطات هذا القنصل. وهذه الإجراءات أدت إلى عديد من العوامل أو النتائج اللي من خلالها ولج العامة في وظائف يعني نعتبرها مرموقة، حاكم الإحصاء، وكذلك مثلا منصب شخص ابتدائي اللي هو الكويسترو أو هكذا حاكم الأسواق، نعم، وغيرها، والحاكم القضائي أيضا تناولتها، ومجلس الشيوخ كان من ضمنه، من ما يعني اللي من العامة اللي أخذوا هذه الوظائف قدروا يلجون لمجلس الشيوخ، لأنه من شروط مجلس الشيوخ أن لا يدخله إلا من تولى منصب عام أو منصب مرموق. فلما باتت العامة تدخل في هكذا مناصب، حق لهم في مجلس الشيوخ الانضمام إلى مجلس الشيوخ، ولم يقتصر الآن أن مجلس الشيوخ على مجلس العشائر أو الوحدات. ومن ثم انتقلوا إلى انتقالة ثالثة نجدها في مجلس الشعب، ومجلس الشعب بتفرعاته نجد أن العامة مجلس الشعب الثلاثينية القديمة، عفوا مجلس الشعب الثلاثينية القديمة، مجلس القضائي هنا، لأنه دخلوا في مجلس القضائي لأنه صار لهم حق الزواج بالأشراف، من الأشراف بالنسبة للعامة صار لهم حق الزواج بالأشراف. نعم، ومجلس الوحدات أيضا تألف من عند اللي سبق وتكلمنا عنه، هم دخلوا بيه أصبح يشكل من أبناء العامة، والمجالس العامة أيضا أصبح للعامة فيه وجود ونفوذ، وبالتالي أصبح القانون الروماني أكثر تلاؤما مع نسيج المجتمعي اللي بيه، وتقريبا اختفت الطبقية وأصبح أكثر ملائمة للنسيج كما قلنا مسبقا. هذه أهم ميزات العصر الجمهوري القنصلي. وأنا بصراحة يعني أكو بعض الأمور اللي تحتاج إلى يعني إيضاح أو تحتاج إلى وقفة، أنطيتك على هذا الخط اللي هو بالقلم اسمه الماركر، ويعني بعض برزتها أكثر حتى تكون لكم واضحة أثناء الشرح. أشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، إن شاء الله نلتقي بكم على